غارات إسرائيلية صباحا على غزة ردا على صواريخ، وتل أبيب تتحدث عن استهداف مجمع عسكري لحماس. النظام الإيراني يصعد مواجهته ضد معارضي، حوالي 60 حالة إعدام خلال شهرين. الرئيس الأمريكي يقول إن تعليق روسيا معاهدة الأسلحة النووية ليست إشارة على استخدامها. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من الحدث. قال الجيش الإسرائيلي إنه شن غارات على قطاع غزة صباح اليوم مستهدفا مصنعا ومجمعا عسكريا لإنتاج الأسلحة تابع لحماس، وذلك عقب إطلاق 6 صواريخ فجرا من غزة باتجاه إسرائيل. مراسل الحدث أفاد بإطلاق رشاشات مضادة للطائرات من قطاع غزة على المقاتلات الإسرائيلية. الجيش الإسرائيلي أوضح أنه رصد إطلاق 6 صواريخ من القطاع، 5 منها اعترضتها منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي، في حين سقط الصاروخ السادس في منطقة غير مأهولة. يأتي التصعيد اليوم غدا اقتحام القوات الإسرائيلية نابلس واندلاع اشتباكات قتل على إثرها 11 فلسطينيا. يسود الضفة الغربية إضراب عام بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس، إذ قتل الجيش 11 فلسطينيا إضافة لإصابة أكثر من 100 بجروح متفاوتة. رفعت إسرائيل حالة التأهب على حدودها مع قطاع غزة ولبنان، كما أن الشرطة الإسرائيلية رفعت حالة التأهب خشية من العمليات في الداخل الإسرائيلي ردا على عملية اقتحام نابلس. الساعة 9:30 كان داخل القوات الخاصة اللي هي كانت بداخل المنطقة حوالين المنطقة. هلأ بالساعة 48 دقيقة طلع صوت اللي هي الدبعة. هاي الدبعة أنا قمت، يعني كنت نايم طبعا،
ولما فقت بتطلع من طرف الشباك اللي هو بتطلع كليات وحدة قوات خاصة معهم كلاب كان يمدوا بأسلاك اللي هي هاي تاعت الـ TNT الله العليم يعني. ما قالوا إنه خارج طبعاً الاحتلال انسحب، فلما دخلوا الشباب وكلياتهم طلعنا على نفس الحدث طلنا الجسامين هون اللي هي إيش تحت الأنفاس. ارتفع عدد جرائم الإعدام التي ينفذها النظام الإيراني بحق مواطني إلى 57، إذ لا تزال إيران ماضية في حملة إعداماتها للمعتقلين الذين يتم توقيفهم بذرائع مختلفة منذ بداية العام الجاري. وأعدمت السلطات الإيرانية أمس الناشط السياسي الكردي آرش أحمدي بتهمة الارتباط بجماعة كردية معارضة للنظام وسط مزاعم عن قتله ضابطا من الشرطة عام 2018 في مدينة روانسر بمحافظة كرمانشاه غربي إيران. حصلت إيران إنترناشنال على وثيقة تظهر مخاوف ميليشيا الحرس الثوري الإيراني من احتمال توسع الاحتجاجات العامة في البلاد إلى عمال صناعات السيارات، وتصف الوثيقة المطالب المعيشية للعمال بالجشعة. هذه الوثيقة هي عبارة عن تقرير اقتصادي قدمه مؤخرا محمد كاظمي مساعد القائد العام لميليشيا الحرس الثوري ورئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني. جاء في التقرير أن عمال شركة زامياد لصناعة السيارات شكلوا مجموعة على تطبيق تليجرام واعتزموا تنظيم احتجاجات ضد النظام الإيراني في 16 من نوفمبر الماضي، لكن كاظمي أعلن أن الرئيس التنفيذي والقوات الأمنية لهذه الشركة راقب باستمرار قناة التليجرام المذكورة واستدعوا العمال المحتجين وهددوهم. وزعم رئيس استخبارات ميليشيا الحرس الثوري الإيراني أن احتجاجات العمال كانت استغلالا وأن مطالبهم مطالب مفرطة لزيادة الرواتب والمستحقات. قال مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه يتعين على الجميع وقف الحرب الروسية في أوكرانيا حتى لا تتعرض أي دولة أخرى في العالم لاعتداء مماثل. إذا لم ندين أو نوقف أفعال روسيا في أوكرانيا اليوم، فإن هذا سيزيد من خطر مواجهة أي دولة أخرى في أي مكان آخر في العالم لاعتداء مماثل. لا يمكن لأحد أن يشعر بالأمان في عالم يتم فيه تطبيع الاستخدام غير القانوني للقوة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أن بلاده ستستمر في تزويد قواتها المسلحة بالمعدات المتقدمة، لافتا إلى أن روسيا ستعزز قواتها النووية، ستواصل الإنتاج الضخم لأنظمة كينجال لصواريخ الطيران مع صواريخ هوائية. قال بوتين إن روسيا ستبدأ عمليات التسليم الجماعية لصواريخ زيركون الفرد صوتي التي تستخدم لتدمير الأهداف البحرية والبرية، مشيرا إلى أنه سيتم هذا العام نشر صواريخ سارمات انتركونتيننتال الباليستية القادرة على حمل العديد من الرؤوس النووية. لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إنه لم يقرأ قرار فلاديمير بوتين بتعليق المشاركة في معاهدة الأسلحة النووية مؤقتا كإشارة إلى أن الرئيس الروسي يفكر في استخدام الأسلحة النووية. وصف بايدن قرار بوتين بالخطأ الفادح واعتبره غير مسؤول. نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون أعلنت أن الولايات المتحدة
تبقي قنوات اتصال مفتوحة مع روسيا وترحب بالحوار مع موسكو، لكنها لن تناقش معها الصراع في أوكرانيا من دون مشاركة كييف نفسها. أكدت المتحدثة أن الولايات المتحدة لم تغير حالة قواتها النووية بعد قرار روسيا تعليق مشاركتها في معاهدة ستارت، مشيرة إلى أن الصين ستواجه عقوبات حال عمقت علاقاتها مع روسيا. اتهم السفير الروسي لدى الأمم المتحدة الغرب بأنه مستعد للتضحية بأوكرانيا وبالعالم النامي من أجل إلحاق الهزيمة بروسيا بشتى الطرق الممكنة. قال السفير الروسي في اجتماع خاص للجمعية العامة للأمم المتحدة إن الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين يتجاهلون النازية الجديدة في أوكرانيا لاستخدام البلد وسيلة لسحق روسيا. واتهم نيبنزيا هذه الدول بأنها مستعدة ليس فقط للتضحية بأوكرانيا بل لإغراق العالم بأسره في الحرب. السفير الروسي تابع قائلا إن دول الغرب يتنافسون فيما بينهم في عدد العقوبات المفروضة على روسيا، في حين أن هذه العقوبات تلحق الضرر الأكبر بالعالم النامي. السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة قالت إن العالم مدعو لبذل مزيد من الجهود لتحقيق السلام في أوكرانيا بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه الأساسية. We have before us a resolution that calls on the nations of the world to support diplomatic efforts to achieve a comprehensive and lasting peace in Ukraine. A peace consistent with the UN Charter, consistent with its fundamental principles of sovereignty, territorial integrity, and self-defense. Colleagues, this vote will go down in history. On the one-year anniversary of this conflict, we will see where the nations of the world stand on the matter of peace in Ukraine. ختام هذه النشرة مشاهدينا، تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وأيضا على الحدث.net. إلى اللقاء. من هون تنزل؟ في طريق من هون تنزل تحت السوق. تنزل من هون تروح على السوق. مبان مدمرة، جثث مهجورة هنا وهناك، اختار أن يبقى حتى النهاية. في الذكرى الأولى لحرب روسيا وأوكرانيا، وثائقي لصحفي إيطالي عايش حصار ماريوبول. شهادات جمعها من السكان المحاصرين في بحثهم عن ملاذات آمنة. ربيع ماريوبول، الجمعة الواحدة بعد منتصف الليل على شاشة العربية. هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية. لكنها تدفع ثمن كل ذلك.
غارات إسرائيلية صباحا على غزة ردا على صواريخ، وتل أبيب تتحدث عن استهداف مجمع عسكري لحماس. النظام الإيراني يصعد مواجهته ضد معارضيه، حوالي 60 حالة إعدام خلال شهرين. الرئيس الأمريكي يقول إن تعليق روسيا معاهدة الأسلحة النووية ليست إشارة على استخدامها. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من الحدث. قال الجيش الإسرائيلي إنه شن غارات على قطاع غزة صباح اليوم مستهدفا مصنعا ومجمعا عسكريا لإنتاج الأسلحة التابعة لحماس، وذلك عقب إطلاق 6 صواريخ فجرا من غزة باتجاه إسرائيل. مراسل الحدث أفاد بإطلاق رشاشات مضادة للطائرات من قطاع غزة على المقاتلات الإسرائيلية. الجيش الإسرائيلي أوضح أنه رصد إطلاق 6 صواريخ من القطاع، 5 منها اعترضتها منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي، في حين سقط الصاروخ السادس في منطقة غير مأهولة. يأتي التصعيد اليوم غدا اقتحام القوات الإسرائيلية نابلس واندلاع اشتباكات قتل على إثرها 11 فلسطينيا. مخصوصا بجرد سماع في المناطق الغربية لمدينة غزة، حيث قيام طائرات الاحتلال الحربية بشن غارة على موقع يتبع للمقاومة بصاروخ واحد. يسود الضفة الغربية إضراب عام بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس، إذ قتل الجيش 11 فلسطينيا إضافة لإصابة أكثر من 100 بجروح متفاوتة. ورفعت إسرائيل حالة التأهب على حدودها مع قطاع غزة ولبنان، كما أن الشرطة الإسرائيلية رفعت حالة التأهب خشية من العمليات في الداخل الإسرائيلي ردا على عمليات اقتحام نابلس. Thank you.
الساعة 9:30 كان داخل القوات الخاصة اللي هي كانت بداخل المنطقة حوالين المنطقة. هلأ بالساعة 9:48 دقيقة طلع صوت اللي هي الدبعة. هاي الدبعة أنا قمت يعني كنت نايم طبعا، فلما فقت بطلع من طرف الشباك اللي هو بطلع كليات وحدة قوات خاصة معهم كلاب كان يمدوا بأسلاك اللي هي هاي تاعت الـ TMT الله العليم. يعني ما قالوا إنه خارج طبعا الاحتلال انسحب، فلما دخلوا الشباب وكلياتهم طلعنا على نفس الحدث طلنا الجسامين هون اللي هي إيش تحت الأنقاض. دان مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور في لقاء مع الحدث الأعمال الإسرائيلية في نابلس، وناشد مجلس الأمن والمجتمع الدولي لكي يتحملوا مسؤولياتهم وأن يوفروا الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني. نحن ندين هذه الأعمال الإسرائيلية بأشد العبارات، ونريد لمجلس الأمن ونريد للمجتمع الدولي وللأمين العام شخصيا أن يتحملوا مسؤولياتهم في تطبيق ما أقر سواء في مجلس الأمن أم عبر تقرير الأمين العام في توفير الحماية للسكان المدنيين. وسنتواصل مع أعضاء مجلس الأمن في الأيام القادمة لأن يتحمل المجلس مسؤولياته، وأن تعقد جلسة لمجلس الأمن طارئة وفق ما أشرت إليه في تصريح وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي، وهذه هي التعليمات التي لدي من قبل القيادة الفلسطينية. وأشكر الأشقاء العرب على وقوفهم معنا في هذا المجال. من جانبها أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها من ارتفاع منسوب التوتر في إسرائيل والضفة الغربية، كما أعربت عن خشيتها من أن يؤدي اقتحام إسرائيل لنابلس إلى انتكاسة في جهود التهدئة. وأضافت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، إلا أن وقوع ضحايا مدنيين في نابلس هو مدعاة للقلق. كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إنهاء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. عبر الضفة الغربية المحتلة وغزة ينتشر اليأس ويغذي الغضب. كل مستوطنة جديدة تشكل حاجزا آخر على طريق السلام. جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي ويجب أن تتوقف. هز زلزال بلغت قوته 7.1 على مقياس ريختر تاجكستان. يأتي هذا بينما أعلن التلفزيون الصيني أن الزلزال الذي وقع بالقرب من حدود منطقة شيانغ يانغ مع تاجكستان فاقت قوته 7.3 على مقياس ريختر. هذا وأفاد عدد من نشطاء مواقع التواصل أن سكان كيرغيزستان وكازاخستان وأفغانستان والهند وباكستان شعروا بالزلزال. أما في سوريا وتركيا فارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال ل50,000. فقد أعلن وزير الداخلية التركي سليمان سويلو إن عدد قتلى الزلزال المدمر ارتفع إلى 43,556، بينما أكد المرصد السوري ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال 6 فبراير في الشمال السوري إلى قرابة 6,750 شخصا. أكد المرصد أن المئات لا يزالون بحالة حرجة. قالت منظمة الصحة العالمية إنها تستفيد من توقف مؤقت للعقوبات المفروضة على سوريا بهدف السماح بتوزيع المساعدات الإنسانية بسهولة أكبر في الدول التي مزقتها الحرب بعد الزلزال المدمر، حيث أفاد مدير قسم عمليات الطوارئ لمنطقة شرق المتوسط بالمنظمة على أن الصحة العالمية تتحرك بسرعة كبيرة مع شركاء الأمم المتحدة وتعمل وفق نهج جماعي لمساعدة المتضررين من الزلزال وضمان وصول الإمدادات لهم.
مهما كان الدعم الإنساني الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية أو الوكالات الإنسانية الأخرى لسوريا فلن يعالج المشكلة. قد ننقذ الأرواح، ولكن أهم شيء الآن هو الحل السياسي، ولهذا السبب يجب على الأطراف المتحاربة الآن استغلال هذا الزلزال كفرصة للتحدث مع بعضها البعض والتوصل إلى حل سياسي. بالطبع جنبا إلى جنب نحتاج إلى القيام بالعمل الإنساني، لكن أعتقد أن الحل السياسي هو الطريق إلى الأمام. منظمة الصحة العالمية تتحرك بسرعة كبيرة الآن مع شركائنا للاستفادة من هذا التوقف المؤقت في العقوبات على سوريا. لقد بدأنا بالفعل في طلب المعدات والإمدادات، ونحن نعمل مع شركاء الأمم المتحدة على نهج جماعي للاستفادة من التوقف. حزن مؤجل، ممرضون وأطباء سوريون نحوا عاطفتهم جانبا للاهتمام بالجرحى الذين تدفقوا للمشافي عقب الزلزال. في مقابلة خاصة للحدث تحدثت ممرضة في إحدى مشافي حارم في إدلب عن هول ما رأتها وعن تحولها أما لبعض الأطفال في المشفى. حكي يا بابا الحمد لله على السلامة يا عمو. بإصابات طفيفة وجروح قابلة للتضميد وإن حفرت بعقولهم نالوا الفرصة الثانية. أطفال أخرجوا من تحت الأنقاض ليفترشوا أسرة أحد مشافي حارم في ريف إدلب. هؤلاء يرون بمن يعاملهم من ممرضات حضن أم فقدوها أو أخفي عنهم مصيرها. في عندي مريضة اسمها جنان جنيد، هي من أطفال اللي طلعت من تحت الأنقاض. هاي جنان عندي إياها يعني ما كوني ما عندي أولاد فبحسها مثل بنتي. خط الدفاع الأول في الكارثة هذه المرة تشاركته مجموعتان، ففي وقت كان عناصر الخوذ البيضاء منتشرين بين الأنقاض يتتبعون أطراف خيطان علهم يجدون صوتا هنا أو يدا هناك تلتمس من يأخذ بها، كان الأطباء وطاقم التمريض على قلة عناصره يهرعون من زاوية إلى أخرى لمحاولة إنقاذ من يأتيهم. بعضهم لفظ أنفاسه الأخيرة على مداخل المشافي وآخرون على أيديهم. أنا وقت بيجيبوا لي الطفل فأنا عباخده فعبيقولوا لي عايش فبجي بيكون أنفاسه الأخيرة يعني ما بعرف لأنه أنا فقدت رفيقتي هون راحت بضحايا الزلزال كانت ممرضة معنا. جابونا رئيس المشفى فنحن عرفنا مستشهد الله يرحمه فتركناه والتفتنا لغيره مات الله يرحمه، ففي عالم لسه عايشي لسه بتديانا فنحن رحنا لهنيك. الحزن المؤجل رافق صرخة الخذلان، فالأخيرة باتت مألوفة في سوريا وصقلتها حرب ممتدة منذ 12 عاماً لتكمل عليها كارثة راح ضحيتها الآلاف. في كل زاوية منها هناك من يبكي الفقد ويقول لو كان هناك إمكانيات أو مساعدات لربما من أبكيه ظل موجوداً. الأرض خزلتنا، الحرب خزلتنا، كل الدنيا خزلتنا، ما حدا أجا أنقذ. كان الدفاع المدني بالخط الأول، ما حدا اجانا من برا فخلاص وقف الصوت، الاصوات اللي كنا نزلنا نسمعها تحت الانقاض ساعتين ثلاثه كان ما كان ضل اصوات. تتواصل اعمال رفع الانقاض في ولايه كهرمان مرعش اذ عددت السلطات الامنيه الواجب هدمها بسرعه، وكذلك عدد المنازل الجديده التي سيتم انشاؤها في الولايه. في مركز ولاية كهرمان مرعش تسابق هذه الآليات الزمن لإزالة آلاف الأطنان من الركام والكتل الخرسانية التي خلفها زلزالان ضربا هذه الولاية في 6 فبراير. التقديرات الرسمية تقول إن أكثر من 12 ألف مبنى تضم 60 ألف منزل إما دمرت بشكل كامل أو جزئي أو تصدعت بشكل كبير، لذلك تقرر هدمها بشكل عاجل. في المقابل فإن عملية إعادة الإعمار ستبدأ قريبا اعتبارا من مارس القادم، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هذه الولاية أي كهرمان مرعش ستشهد بناء أكثر من 45 ألف منزل جديد في عملية إعادة الإعمار. زيدان زنجلو، كهرمان مرعش. مع
بعد سلسلة من الانقطاعات المتكررة في التقويم الدراسي، بدأت الجلسات امتحانات التلاميذ للمرحلة الأساسية في السودان، وبرغم إصرار لجنة المعلمين بمواصلة الإضراب إلا أنها ترى أن تعطيل العام الدراسي كارثة على المسيرة التعليمية بالبلاد. العملية التعليمية تعاني، هذا لسان حال المدارس في السودان. هنا في ولاية الخرطوم بدأ الطلاب جلسات الامتحانات رغم إصرار لجنة المعلمين بمواصلة الإضراب، إلا أن بعض المعلمين قرروا مساعدة التلاميذ دون المساس بمطالبهم. نحن هسي حاليا نزلنا المدارس مع أبنائنا، لأن المدارس أصبحوا التلاميذ أصبحوا كالأتامة، يمشوا يجوا راجعين، يمشوا يجوا راجعين. وقفنا معاهم، نزلت لنا الامتحانات امتحناهم، وما زلنا على قابدين على الجمر على حقنا، يعني ما متنازلين. معاناة الآباء والأمهات ليست منحصرة في تزعزع العام الدراسي فقط، بل امتدت لقيامهم بدور المعلم في التدريس والمراجعة. لا يمكن أنك تقفل المدرسة، أنت بتطالب بحقوقك بطرق شرعية، لكن كونه المدرسة تقفل الضرر أكبر، ربما أن العام يتضرر. والتعليم ده أهم حاجة في أي دولة، التقدم والرقي والتطور كله على التعليم العام. رغم الابتسامة التي تبدو على وجوه هؤلاء التلاميذ، إلا أنهم المتضرر الأول من إضراب ينفذه عدد من المعلمين، إضراب قد يسبب فشل أو ضياع العام الدراسي. لجنة المعلمين السودانية تقول إن تعليق العام الدراسي ليس في مصلحة أحد، لكنهم حريصون على حقوقهم ولن يتراجعوا عن مطالبهم. تعطيل العام الدراسي كارثة. أنا أفتكر نحن ماذا نحبز المسألة دي، عشان كده نحن أسي مادين يدينا والله بيضاء لحكومة الأمر الواقع دي، والله مادي الله يدينا عشان ننقذ العام الدراسي ده، لكن والله كمان ما منقذ سايب أي حاجة كلام، يعني ما له حساب. يعني نحن مشينا خطوة تجاهك، تعال خطوات تجاهنا عشان نقدر ننقذ العام الدراسي. المخاوف لا تزال قائمة من انهيار التفاهم بين لجنة المعلمين والسلطات المعنية في الدولة، حال إخفاق الأخيرة في تلبية المطالب التي تم الاتفاق عليها، ما يجعل مستقبل التلاميذ محاطا بمخاطر لا يملكون ردها. سالم الهاشمي، الحدث، الخرطوم. ارتفع عدد جرائم الإعدام التي ينفذها النظام الإيراني بحق مواطنيه إلى 57، إذ لا تزال إيران ماضية في حملة إعداماتها للمعتقلين الذين يتم توقيفهم بذرائع مختلفة منذ بداية العام الجاري. أعدمت السلطات الإيرانية أمس الناشط السياسي الكردي آرش أحمدي بتهمة الارتباط بجماعة كردية معارضة للنظام، وسط مزاعم عن قتل ضابط من الشرطة عام 2018 في مدينة روانسر بمحافظة كرمانشاه غربية إيران. وفي ألمانيا توالت ردود الأفعال السياسية والدبلوماسية بعد حكم الإعدام الذي طال مواطنها جمشيد شارمهد في محاكم النظام الإيراني. في أول ردة فعل عملية تقوم بها ألمانيا بعد إعلان إيران حكمها بالإعدام على المواطن الإيراني الألماني جمشيد شارمهد، قامت برلين بطرد دبلوماسيين إيرانيين. الخارجية الألمانية بعد أن استدعت القائمة بالأعمال الإيراني وسلمته احتجاجاً على حكم الإعدام، قررت إعلان اثنين من موظفي السفارة الإيرانية كشخصين غير مرغوب فيهما، وطلبت منهما مغادرة ألمانيا. الطرد جاء متزامناً مع إدانة المستشار الألماني أولاف شولتز لحكم الإعدام الإيراني ضد مواطن ألماني مزدوج الجنسية، وطالب بإلغاء القرار. وزعمت وسائل إعلام إيرانية أن شارمهد حكم عليه بالإعدام بتهمة الفساد في الأرض. العلاقات بين إيران والغرب توترت خلال السنوات الماضية بسبب العنف الذي تمارسه طهران على مواطنيها، والذي انسحب على مزدوجي الجنسية من خلال اعتقالات وإعدامات وصفتها المعارضة بالكيدية التي يهدف النظام الإيراني لابتزاز الغرب بها.
حصلت إيران إنترناشنال على وثيقة تظهر مخاوف ميليشيا الحرس الثوري الإيراني من احتمال توسع الاحتجاجات العامة في البلاد إلى عمال صناعات السيارات. تصف الوثيقة المطالب المعيشية للعمال بالجشعة. هذه الوثيقة هي عبارة عن تقرير اقتصادي قدمه مؤخرا محمد كاظمي مساعد القائد العام لميليشيا الحرس الثوري ورئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني. جاء في التقرير أن عمال شركة زمياد لصناعة السيارات شكلوا مجموعة على تطبيقة تيليجرام واعتزموا تنظيم احتجاجات ضد النظام الإيراني في 16 نوفمبر الماضي، لكن كاظمي أعلن أن الرئيس التنفيذي والقوات الأمنية لهذه الشركة راقبت باستمرار لقناة التليجرام المذكورة، استدعوا العمال المحتجين وهددوهم. وزعم رئيس استخبارات ميليشيا الحرس الثوري الإيراني أن احتجاجات العمال كانت استغلالا وأن مطالبهم مطالب مفرطة لزيادة الرواتب والمستحقات. قال مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه يتعين على الجميع وقف الحرب الروسية في أوكرانيا حتى لا تتعرض أي دولة أخرى في العالم لاعتداء مماثل. إذا لم ندين أو نوقف أفعال روسيا في أوكرانيا اليوم، فإن هذا سيزيد من خطر مواجهة أي دولة أخرى في أي مكان آخر في العالم لاعتداء مماثل. لا يمكن لأحد أن يشعر بالأمان في عالم يتم فيه تطبيع الاستخدام غير القانوني للقوة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أن بلاده ستستمر في تزويد قواتها المسلحة بالمعدات المتقدمة، لافتا إلى أن روسيا ستعزز قواتها النووية وستواصل الإنتاج الضخم لأنظمة كنجال لصواريخ الطيران مع صواريخ هوائية. قال بوتين أن روسيا ستبدأ عمليات التسليم الجماعية لصواريخ زيركون الفرد صوتي التي تستخدم لتدمير الأهداف البحرية والبرية، مشيرا إلى أنه سيتم هذا العام نشر صواريخ سارمات إنتركونتيننتال البالستية القادرة على حمل العديد من الرؤوس النووية. لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إنه لم يقرأ قرار فلاديمير بوتين بتعليق المشاركة في معاهدة الأسلحة النووية مؤقتا كإشارة إلى أن الرئيس الروسي يفكر في استخدام الأسلحة النووية. وصف بايدن قرار بوتين بالخطأ الفادح واعتبره غير مسؤول. نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون أعلنت أن الولايات المتحدة تبقي قنوات اتصال مفتوحة مع روسيا وترحب بالحوار مع موسكو، لكنها لن تناقش معها الصراع في أوكرانيا من دون مشاركة كييف نفسها. وأكدت المتحدثة أن الولايات المتحدة لم تغير حالة قواتها النووية بعد قرار روسيا تعليق مشاركتها في معاهدة ستارت، مشيرة إلى أن الصين ستواجه عقوبات حال عمقت علاقاتها مع روسيا. اتهم سفير الروسي لدى الأمم المتحدة الغرب بأنه مستعد للتضحية بأوكرانيا وبالعالم النامي من أجل إلحاق الهزيمة بروسيا بشتى الطرق الممكنة. قال السفير الروسي في اجتماع خاص للجمعية العامة للأمم المتحدة إن الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين يتجاهلون النازية الجديدة في أوكرانيا لاستخدام البلد وسيلة لسحق روسيا. واتهم نيبنزيا هذه الدول بأنها مستعدة ليس فقط للتضحية بأوكرانيا بل لإغراق العالم بأسره في الحرب. السفير الروسي تابع قائلا إن دول الغرب يتنافسون فيما بينهم في عدد العقوبات المفروضة على روسيا، في حين أن هذه العقوبات تلحق الضرر الأكبر بالعالم النامي. السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة قالت إن العالم مدعو لبذل مزيد من الجهود لتحقيق السلام في أوكرانيا بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه الأساسية. We have before us a resolution that calls on the nations of the world to support diplomatic efforts to achieve a comprehensive and lasting peace in Ukraine. A peace consistent with the UN Charter, consistent with its fundamental principles of sovereignty, territorial integrity, and self-defense. Colleagues, this vote will go down in history. On the one-year anniversary of this conflict, we will see where the nations of the world stand on the matter of peace in Ukraine.
الحرب في أفغانستان أدت إلى إعاقة الملايين من الشعب الأفغاني، وما زالت آلة بتر الأعضاء تعمل في الأفغان جراء الألغام الأرضية التي زرعت خلال سنوات الحرب. الحدث تستطلع وضع معاقي الحروب المستمرة في أفغانستان. نور آغا جندي سابق فقد رجليه جراء انفجار قنبلة وسط العاصمة كابول قبل 4 سنوات، ومنذ ذلك الوقت يستخدم رجلين صناعيتين. يقول إنه لرداءة الصنع واجه مشاكل كثيرة خلال هذه المدة. قدمت الآن هنا للحصول على رجلين صناعيتين جديدتين، وقد صنعوهما لي، آمل أن تكون مريحة. محمد خان هو الثاني الذي فقد رجليه منذ 40 عاما، يقول إن العيش صعب بالنسبة لذوي الإعاقات، وإن استخدام هذه الأرجل المصنوعة ليس مريحا على الإطلاق. لأول مرة ومنذ 4 أشهر حصلت على رجلين صناعيتين مريحتين إلى حد ما، حيث أستطيع المشي فيهما ساعة أو ساعتين، وأستطيع أن أقوم فيها بحياتي. على الرغم من وجود وزارة مستقلة تعنى بورثة أهالي الضحايا والأرامل والمصابين، فإنه لا توجد إحصائيات دقيقة لعدد من فقدوا أطرافهم في أفغانستان، في وقت تفيد مسوحات أجرتها جهات مستقلة بأن عددهم 3 ملايين. نحن إلى هذا الوقت سجلنا 55,100 شخص معاق، وتستمر عملية التسجيل. بحسب المعاقين، فإن الأشخاص ذوي الإعاقة يحتاجون بشكل خاص إلى الدعم المالي والنفسي، مضيفين أنه يجب على منظمات الإغاثة الدولية مساعدتهم دون انقطاع. وفقا لبحث أجرته مؤسسة آسيا، يوجد في أفغانستان أكبر عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم، يتشاركون بنوع واحد من الإعاقة نتيجة لأكثر من 4 عقود من الحروب والألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة التي خلفتها الحرب. عبد النادر، الحدث، كابول. ختام هذه النشرة مشاهدينا، تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي، أيضا يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الحدث.net. إلى اللقاء. الحديث اليوم يحكى عن تقاسم للسلطة بين عقيلة صالح وبين خالد المشري. مفتاح الحل لأزمة هذا الوطن هو ليس في المحاصصة. كيف يمكن الحديث عن ذلك في ظل هذه الأجواء غير المستتبة الآن؟ كل الأجسام السياسية الموجودة في المشهد الليبي تحتاج إلى إعادة شرعية. هل يعقل إنجاز قاعدة دستورية يبقى سنة ونصف؟ من هي الأطراف الدولية التي تسعى لإبقاء هذا الانسداد السياسي في ليبيا؟ كل يريد القاعدة الدستورية وفق أيديولوجيته. الحوار يجري وفق الآليات السابقة وبنفس العقليات السابقة، والأسف حتى بنفس الشخوص السابقة. مجلس النواب قد لا يوافق على ما ذهب إليه مجلس الدولة، وبالتالي قد يكون الاحتكام إلى الاستفتاء. كيف يمكن إجراء انتخابات وفق قاعدة لم تضمن هذه القاعدة مشروع الدستور الليبي؟ يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. We'll be right back.
غارات إسرائيلية صباحا على غزة ردا على صواريخ، وتل أبيب تتحدث عن استهداف مجمع عسكري لحماس. النظام الإيراني يصعد مواجهته ضد معارضي، حوالي 60 حالة إعدام خلال شهرين. الرئيس الأمريكي يقول إن تعليق روسيا معاهدة الأسلحة النووية ليست إشارة على استخدامها. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من الحدث. قال الجيش الإسرائيلي إنه شن غارات على قطاع غزة صباح اليوم مستهدفا مصنعا ومجمعا عسكريا لإنتاج الأسلحة تابع لحماس، وذلك عقب إطلاق 6 صواريخ فجرا من غزة باتجاه إسرائيل. مراسل الحدث أفاد بإطلاق رشاشات مضادة للطائرات من قطاع غزة على المقاتلات الإسرائيلية. الجيش الإسرائيلي أوضح أنه رصد إطلاق 6 صواريخ من القطاع، 5 منها اعترضتها منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي، في حين سقط الصاروخ في منطقة غير مأهولة. يأتي التصعيد اليوم غدا اقتحام القوات الإسرائيلية نابلس واندلاع اشتباكات قتل على إثرها 11 فلسطينيا. يسود الضفة الغربية إضراب عام بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس، إذ قتل الجيش 11 فلسطينيا إضافة لإصابة أكثر من 100 بجروح متفاوتة. رفعت إسرائيل حالة التأهب على حدودها مع قطاع غزة ولبنان، كما أن الشرطة الإسرائيلية رفعت حالة التأهب خشية من العمليات في الداخل الإسرائيلي ردا على عملية اقتحام نابلس. الساعة 9:30 كان داخل القوات الخاصة اللي هي كانت بداخل المنطقة حوالين المنطقة. هلأ بالساعة 9:48 دقيقة طلع صوت اللي هي الدبعة. هاي الدبعة أنا قمت، يعني كنت نايم طبعا،
فلما فقت بتطلع من طرف الشباك اللي هو بتطلع كليات وحدة قوات خاصة مع هنيكلاب كان يمد بأسلاك اللي هي هاي تاعت الـ TNT الله العليم يعني. ما قالوا إنه خارج طبعا الاحتلال انسحب، فلما دخلوا الشباب وكلياتهم طلعنا على نفس الحدث طلنا الجسامين هون اللي هي إيش تحت الأنفاس. ارتفع عدد جرائم الإعدام التي ينفذها النظام الإيراني بحق مواطني إلى 57، إذ لا تزال إيران ماضية في حملة إعداماتها للمعتقلين الذين يتم توقيفهم بذرائع مختلفة منذ بداية العام الجاري. وأعدمت السلطات الإيرانية أمس الناشط السياسي الكردي آرش أحمدي بتهمة الارتباط بجماعة كردية معارضة للنظام وسط مزاعم عن قتله ضابطا من الشرطة عام 2018 في مدينة روانسر بمحافظة كرمانشاه غربي إيران. حصلت إيران انترناشنال على وثيقة تظهر مخاوف ميليشيا الحرس الثوري الإيراني من احتمال توسع الاحتجاجات العامة في البلاد إلى عمال صناعات السيارات، وتصف الوثيقة المطالب المعيشية للعمال بالجشعة. هذه الوثيقة هي عبارة عن تقرير اقتصادي قدمه مؤخرا محمد كاظمي مساعد القائد العام لميليشيا الحرس الثوري ورئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني. جاء في التقرير أن عمال شركة زامياد لصناعة السيارات شكلوا مجموعة على تطبيق تليجرام واعتزموا تنظيم احتجاجات ضد النظام الإيراني في 16 نوفمبر الماضي، لكن كاظمي أعلن أن الرئيس التنفيذي والقوات الأمنية لهذه الشركة راقب باستمرار قناة التليجرام المذكورة واستدعوا العمال المحتجين وهددوهم. وزعم رئيس استخبارات ميليشيا الحرس الثوري الإيراني أن احتجاجات العمال كانت استغلالا وأن مطالبهم مطالب مفرطة لزيادة الرواتب والمستحقات. قال مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه يتعين على الجميع وقف الحرب الروسية في أوكرانيا حتى لا تتعرض أي دولة أخرى في العالم لاعتداء مماثل. إذا لم ندين أو نوقف أفعال روسيا في أوكرانيا اليوم، فإن هذا سيزيد من خطر مواجهة أي دولة أخرى في أي مكان آخر في العالم لاعتداء مماثل. لا يمكن لأحد أن يشعر بالأمان في عالم يتم فيه تطبيع الاستخدام غير القانوني للقوة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أن بلاده ستستمر في تزويد قواتها المسلحة بالمعدات المتقدمة، لافتا إلى أن روسيا ستعزز قواتها النووية، ستواصل الإنتاج الضخم لأنظمة كينجال لصواريخ الطيران مع صواريخ هوائية. قال بوتين إن روسيا ستبدأ عمليات التسليم الجماعية لصواريخ زيركون الفرد صوتي التي تستخدم لتدمير الأهداف البحرية والبرية، مشيرا إلى أنه سيتم هذا العام نشر صواريخ سارمات انتركونتيننتال الباليستية القادرة على حمل العديد من الرؤوس النووية. لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إنه لم يقرأ قرار فلاديمير بوتين بتعليق المشاركة في معاهدة الأسلحة النووية مؤقتا كإشارة إلى أن الرئيس الروسي يفكر في استخدام الأسلحة النووية. وصف بايدن قرار بوتين بالخطأ الفادح واعتبره غير مسؤول. نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون أعلنت أن الولايات المتحدة
تبقي قنوات اتصال مفتوحة مع روسيا وترحب بالحوار مع موسكو، لكنها لن تناقش معها الصراع في أوكرانيا من دون مشاركة كييف نفسها. أكدت المتحدثة أن الولايات المتحدة لم تغير حالة قواتها النووية بعد قرار روسيا تعليق مشاركتها في معاهدة ستارت، مشيرة إلى أن الصين ستواجه عقوبات حال عمقت علاقاتها مع روسيا. اتهم السفير الروسي لدى الأمم المتحدة الغرب بأنه مستعد للتضحية بأوكرانيا وبالعالم النامي من أجل إلحاق الهزيمة بروسيا بشتى الطرق الممكنة. قال السفير الروسي في اجتماع خاص للجمعية العامة للأمم المتحدة إن الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين يتجاهلون النازية الجديدة في أوكرانيا لاستخدام البلد وسيلة لسحق روسيا. واتهم نيبنزيا هذه الدول بأنها مستعدة ليس فقط للتضحية بأوكرانيا بل لإغراق العالم بأسره في الحرب. السفير الروسي تابع قائلا إن دول الغرب يتنافسون فيما بينهم في عدد العقوبات المفروضة على روسيا، في حين أن هذه العقوبات تلحق الضرر الأكبر بالعالم النامي. السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة قالت إن العالم مدعو لبذل مزيد من الجهود لتحقيق السلام في أوكرانيا بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه الأساسية. We have before us a resolution that calls on the nations of the world to support diplomatic efforts to achieve a comprehensive and lasting peace in Ukraine. A peace consistent with the UN Charter, consistent with its fundamental principles of sovereignty, territorial integrity, and self-defense. Colleagues, this vote will go down in history. On the one-year anniversary of this conflict, we will see where the nations of the world stand on the matter of peace in Ukraine. ختام هذه النشرة مشاهدينا، تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وأيضا على الحدث.net. إلى اللقاء.